I grew up in a Roman Catholic family. I went to Catholic school my entire life, from first grade to senior high in high school. لقد نشأت ملحدا لا أؤمن بوجود الإله، لكن أسرتي كانت متدينة، فقد كانوا يؤمنون بالمسيحية بالفعل، بالمذهب الكاثوليكي الروماني، حتى أنهم ألحقوني بمدرسة كاثوليكية منذ كنت طفلة وحتى انتهاء المرحلة الثانوية. لم تكن أمي شديدة التمسك بالدين، لكن أبي كان على عكسها، كان يؤمن بالإله ويمارس الطقوس المسيحية، لكنه كان يعاني بشدة من إدمان الخمور، وكان حينما يحتسي الخمر يصاب بحالة عميقة من السكر، والأسوأ أنه كان شديد العنف في هذا الوقت، حتى أنه كان كثيرا ما يعتدي علي وعلى أمي بالضرب والإهانة البالغة. وفي هذه المرحلة المبكرة من عمري أتذكر أن تواجد أبي في البيت كان كابوسا رهيبا بسبب عنفه الشديد وإيذائه المستمر، حتى أنني كنت أدعو الإله دائما قبل أن أنام وأقول: يا ربي أخرج أبي من حياتنا وأرحنا منه إلى الأبد. وهذه التجربة المؤلمة تركت جروحا عميقة في طفولتي، فقد كنت في الثامنة أو التاسعة وقتها، حتى أنني كنت أتخيل أن الله لو استجاب دعائي وجعل أبي يموت فسأكون قاتلا لأنني من دعوت الله بهذا. وحينما بلغت 16 من عمري بدأت الشكوك تراودني حول وجود الإله من الأساس، وكانت العديد من الأفكار العميقة تغزو رأسي وقتها، مثل أن أقول: إذا كان الإله موجودا فلما تركني أعاني أنا وأمي من مأساة أبي؟ ما الذنب الذي اقترفته أمي حتى تحيا هذه الحياة المأساوية؟ بل أنني كنت أتساءل: لما خلقنا من الأساس طالما أننا سنعاني؟ في هذا الوقت بالطبع لم يكن لدي أي علم بالحكمة الربانية المخصصة للمعاناة والابتلاء، لم أملك وقتها إلا هذه النظرة الضيقة. وحينما مرت السنون فوجئ المجتمع الأمريكي بحرب فيتنام الدموية، وكنت أمر وقتها بأزمة نفسية عميقة، خاصة مع تزايد عدد القتلى من الجانبين. ولم تمر شهور معدودة حتى اندلعت أحداث الشغب في العديد من المدن بسبب اضطهاد المواطنين ذوي البشرة السوداء، ثم فوجئنا باغتيال الناشط السياسي مارتن لوثر كينغ، والذي أثار موجة غضب عارمة في صفوف الأمريكيين السود. كل هذه الاضطرابات السياسية والعرقية دفعتني دفعا للتخلي عن الدين بشكل كامل، وللتمسك بالإلحاد باعتباره هو الإجابة الشافية عن جميع ما شغل عقلي من أسئلة. وقد ترسخ هذا القرار في عقلي حينما رأيت المتناقضات المستمرة في الكاثوليكية بين من يدعون أن المسيح هو الإله ومن يقولون أنه ابن الإله ومن يتمسكون بعقيدة التثليث، وكان هذا أمرا محيرا. وعلى الرغم من هذا ظل هناك صوت خافت داخلي يقول لي أن المشكلة ليست في وجود الإله، ولكن أنني لم أجد الدين المناسب بعد، والذي يجيب عن أسئلة العديدة، وهو الأمر الذي دفعني بشكل مستمر للبحث عن هذا الدين. وظللت في بحث العميق عن الأديان حتى اهتديت إلى الإسلام، والذي أثار دهشتي وإعجابي في ذات الوقت، فقد تمكن الإسلام بالفعل من ملء الفراغ العميق الذي كان بداخلي ومن مداواة جروح النفسية الغائرة. وأكثر ما جذبني إلى الإسلام كيف أن الإنسان المسلم يتوجه بعبادته إلى الله وحده دون أن يكون هناك شريك أو منازع، وكيف أنه يقوم بإلقاء جميع همومه ومشاكله من فوق كتفه لأنه يثق أن الله سيتكفر بها. وجدت كيف أن المسلم حينما يسجد إلى الله فإنه يتمسك بحبل الإسلام المتين، وكيف أنه يقوم بإضاءة نور في عتمة هذه الحياة المظلمة.